أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن المشاريع التنموية الكبرى التي يتم العمل على تنفيذها ستواصل تعزيز موقع المملكة الريادي في العديد من القطاعات الحيوية التي ستزيد من تنافسية البحرين لمواصلة استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين مشيرا سموه إلى أن تحديث وتطوير المشاريع سيرفض البنية التحتية للمملكة بما يتناسب مع المعايير العالمية منوها سموه بأن الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يتم تنفيذه من خلال كوادر وطنية مؤهلة سيعزز من دور القطاع اللوجستي الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص ليصبح محركا رئيسا للنمو ويجعل من البحرين مركزا اقليميا للخدمات اللوجستيه بما يسهم في مواصله تحقيق اهداف المسيره التنمويه الشامله لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسي الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. واشار سموه الى ان مملكه البحرين ماضيه نحو تحقيق الاهداف التنمويه الشامله التي تعود على الوطن والمواطن بالنماء والازدهار. مؤكدا ان المواطن سيظل دوما محور التنميه وهدفها الرئيس. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى مشروع توسيعة مطار البحرين الدولي للاطلاع على سير العمل في المشروع والذي وصل إلى نسب إنجاز كبيرة حيث أثنى سموه على جهود كافة الكوادر الوطنية التي تعمل على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الكبير وما قاموا به من عمل دؤوب خلال الفترة الماضية والذي انعكس على مستوى الإنجاز المتقدم بحسب الخطة التنفيذية للمشروع. مشيراً سموه ببرنامج التحليق الذي يعمل على تدريب وتأهيل العديد من أبناء البحرين على إدارة العمليات التشغيلية في المطار. مشيراً إلى ما سيوفر هذا المشروع من فرص وظيفية متنوعة للمواطنين. مستعرضاً سموه خطط البرنامج الوطني لجاهزية العمليات التشغيلية لنقل الحركة الجوية لمبنى المسافرين الجديد أورات الذي تم البدء فيه الأسبوع الماضي. ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء الى موقع مشروع التوسعه كان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنه الوزاريه للمشاريع التنمويه والبنيه التحتيه وعدد من اصحاب المعالي والسعاده كبار المسؤولين في مقدمه مستقبليه وقد قام سعاده السيد كمال بن احمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بإطلاع سموه حفظه الله على سير العمل وما تم إنجازه في مشروع توسعة المطار والذي يتضمن مبنى جديد للمسافرين يمتد على مساحة إجمالية تبلغ وعشرة ألاف متر مربع ويتمتع ببنية تحتية حديثة ومرافق عصرية تواكب النمو في حركة المسافرين عبر مملكة البحرين والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية من 9 ملايين مسافر سنويا إلى 14 مليون مسافر سنويا. وقد اطلع سموه خلال جولته في مشروع توسعة المطار على ما سيتضمنه من جسور ممتدة للطائرات والتي تبلغ 25 جسرا إضافيا في المبنى الجديد بعد الانتهاء من مشروع توسعة المطار. يذكر بأنه قد تم خلال مشروع التوسعة الانتهاء من تركيب نظام مناولة الأمتعة والذي يطلع بمهمة حيوية في تشغيل مطار البحرين الدولي عبر أنظمة إلكترونية متطورة لنقل الأمتعة إلى الطائرة في مدة زمنية قصيرة وتوفر الحماية الكاملة للأمتعة من الفقدان أو التلف بفضل ما تتسم به من, مزايا السرعة والمرونة والتحكم الآلي والنقل الفعال والسلس بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقديم خدمات نوعية للمسافرين كما تضم التوسعة الجديدة مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات يوفر نحو 2700 موقف اضافي من جانبه اعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته لموقع مشروع توسعة مطار البحرين الدولي واهتمام سموه المتواصل حفظه الله في تطوير القطاع اللوجستي بالمملكة من خلال المتابعة والمتابعة المستمرة للمشاريع التي ترتقي بهذا القطاع الحيوي. منوها سعادته بالتزام الوزارة بالخطة الزمنية للانتهاء من مشروع توسعة المطار وافتتاحه بحسب ما هو مخطط له. مؤكدا بان لجنة الاعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد المكونة من اكثر من جهة حكومية قد قامت بوضع توجيهات سمو ولي العهد موضع التنفيذ. مؤكدا الحرص على تنفيذ رؤية سموه الاقتصادية نحو تحقيق التطوير المستدام لهذا القطاع